شهدت جامعة سنترال فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية لقاء مناقشة نظم في موضوع مناخ الأعمال في المغرب والبيئة السوسيوثقافية بحضور سفيرة المملكة في الولايات المتحدة للا جمالة العلوي. بالمناسبة استعرض رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية محمد بن حمو مرتكزات استراتيجية المغرب للوقاية من التطرف ومكافحة الإرهاب. للحديث عن هذا اللقاء والعرض الذي قدم فيه نربط الاتصال اللحظة من فلوريدا مع الدكتور محمد بن حمو رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية. دكتور بن حمو مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا محسن. لماذا برأيك الاهتمام بالتجربة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب وكذا الدعوة لتقديمها في هذا اللقاء الهام الذي احتضنته جامعة سنترال فلوريدا؟ فعالية ونجاعة التجربة المغربية وما قدمته هذه التجربة على المستوى العالمي من أداء يمكن اعتباره فعلا متميز أصبحت مطلبا بالنسبة للعديد من الأطراف الأجنبية بما في ذلك داخل الولايات المتحدة الأمريكية. هناك اهتمام كبير للوقوف عند هذه التجربة وهذه الاستراتيجية المغربية في مواجهة التطرف العنيف والإرهاب، وكذلك رغبة في الاستفادة من مختلف المرتكزات التي اعتمدتها وتعتمدها هذه التجربة التي أعطت نتائج إيجابية جدا وأظهرت بأن هناك مدرسة مغربية فعلية بمميزاتها وببصمتها وبخصوصيتها تعتمد على أجهزة أمنية كفأة وبخبرة عالية. وهذه الاستراتيجية يعني هناك اهتمام كبير للوقوف عند مختلف ركائزها وأبعادها، سواء ما يرتبط منها بالحكم الأمنية أو كذلك ما يرتبط بهيكلة الحقل الديني وبالتنمية البشرية وب يعني التعاون الدولي الذي تقوم عليه هذه التجربة. طيب ما هي أبرز تلك المرتكزات إذا أردنا أن نفصل أكثر دكتور بن حمو والتي يعني تم التطرق إليها خلال هذا العرض الذي تقدمت به أمام سنترال فلوريدا جامعة سنترال فلوريدا؟ فعلا أمام العديد من المهتمين والعديد من المسؤولين وأمام يعني ما حضر لهذا اللقاء من يعني مشاركين من مستوى عالي جدا، ويعتبر هذا اللقاء وكل يعني ما نظم حوله يعني فعالية ناجحة جدا هنا في فلوريدا. فكان هناك وقوف عند ما يمكن اعتباره يعني الحكام الأمنية وما يقوم به المغرب في هذا الجانب، سواء ما يرتبط بالجانب يعني الاستخباراتي أو ما يقوم به يعني المركز المكتب المركزي للتحقيقات القضائية أو كذلك الدور الذي تلعبه مختلف الأجهزة الأمنية في تعاون شامل ورفيع فيما بينها، وكذلك كل ما هو مرتبط بجانب تطوير القوانين يعني الداخلية المغربية وجعلها في يعني قادرة على مواجهة هذا التهديد. ثم يعني إذا كان الرد الأمني هو الرد الآني، هناك يعني العمل على المدى البعيد، والمدى البعيد يعني كان من خلال شرح كل ما عرضته يعني التنمية البشرية كركيزة وكذلك هيكلة الحقل الديني. نشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد بن حمو رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية على مساهمتك معنا من فلوريدا، شكرا جزيلا لك.